السلام عليكم شباب. هنا سؤال منطيني بقوة قيمتها 400 نيوتن، يريدني أبدل القوة بكابل ومومنت حول النقطة O. فخلينا نشوف هذا السؤال شلون الحال. إذا جاني هي السؤال، أول شيء أطلع المومنت حول النقطة O اللي تسبب هاي القوة. فش أقول؟ خلي أقول المومنت حول النقطة O، وأفرض عكس عقرب الساعة موجب مثلا، يساوي القوة اللي هي نفسها 400 نيوتن، ذراعها شقد؟ شقد ذراعها أستاذي؟ ذراعها مو 200. ليش مو 200؟ البعد العمودي بين القوة وبين النقطة أو شقد؟ عندي هذا مثلث فيثاغورس تقريبا، خلي أكمله حتى تشوف تنتبه. هذا البعد العمودي اللي تشوفه، هذا الطول هو البعد العمودي. هذا شي يمثل الطول، هذا المقابل مال الزاوية 60، فهذا 200 ساين 60 قيمته. طيب طبعا هاي 200 معطيني اياها بالمليمتر، فلازم تقسمها على 1000. هسه المومنت قلت 400 نيوتن في 200 على 1000 ساين 60. ادخل هذا الجزء كله، هذا كله، هذا ذراع، هذا الذراع. اذا من هالكلام يطلع لي المومنت حول النقطة O 69.3 نيوتن متر. طيب موجب، ليش موجب؟ لان مع فرضية تدور القوة. طيب لقيت المومنت، بقى القوة أحولها هنا وأسوي مومنت. شلون تصير هاي العملية؟ هذا الذراع مالتي، خلي هنا أنا أسوي، أفرض هذا الذراع نفسه. طيب القوة هاي 400 نيوتن، تمام. أضيف هنا 400 ومنها أطرح 400، هاي غطيها، هاي الـ400 وهاي الـ400 كابل. طيب فالكابل في المسافة بيناتهن ايش قد المومنت مالتهن؟ نفس المومنت، لأن يعني المسافة بيناتهن نفس المسافة، هاي 200 ساين 60. طيب فهذا الكابل راح يتحول لي إلى مومنت قيمته نفس هاي القيمة، وتبقى هاي القوة. يعني السيستم بشكل النهائي ايش راح يكون؟ راح يكون هيك. يعني هاي القوة بدي اشيلها، فراح تنشال هاي القوة، وهاي القوة يصير انكبل حول النقطة O. خلي اكتب النقطة O، هاي النقطة O، الكبل يتحول الى مومنت. يجي يقول مومنت مالتي ايش قد قيمته؟ ام يساوي نيوتن متر. طيب وش بقى عندي بعد؟ بقت قلت هذا، هاي القوة صار انكبل، بقت هاي الـ400. وهذا بكل بساطة هو إيجاد السيستم المكافئ. شلنا هاي القوة منه، خليناها هنا، هاي القوة بتسوي لي عزم، العزم كتبته كتابة حول النقطة O، وهاي القوة هنا ما تسبب لي عزم. ليش؟ لأن تمر بالنقطة O ما لها ذراع. ففعلا السيستم راح يعطيني نفس النتائج حول النقطة O. وشكرا.